تراجعت أسعار الذهب والدولار، حيث فقد الجنيه الذهب خلال ساعات 300 جنيه دفعة واحدة، بينما هبط الدولار عن 48 جنيها لأول مرة منذ أيام. نتابع مع حضراتكم في هذه التغطية الاقتصادية. نبدأ بأسعار الذهب محلياً، والتي تراجعت بشكل ملحوظ على خلفية تراجع سعر الدولار في البنوك إلى أقل من 48 جنيها لأول مرة منذ أيام. كما دعم تراجع الأصفر هبوط الأوقية إلى أقل من 2300 دولاراً بعد أن وصلت إلى 2360 دولاراً. أيضاً تراجع في سعر عيار 21 في مصر الآن بمحلات الصاغة إلى أقل من 3150 جنيهاً، ويكون حالياً متراجعاً بفارق كبير من أعلى قمة سجلها في نهاية يناير الماضي، وهي 4050 جنيهاً. على خلفية تصحيح سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف وأيضاً القضاء على السوق السوداء، بيشهد سعر الذهب عيار 18 تراجعاً عن 2700 جنيه للشراء، وبيظل متراجعاً بفارق كبير عن أعلى سعر سجله في موجة الارتفاعات الكبرى بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى 3500 جنيه. أما الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات يكون من عيار 24، سجل تراجعاً ليبدأ من 24960 جنيهاً، وهذا يعتبر أقل سعر بعد 25280 جنيهاً للشراء قبل ساعات، وبفارق يزيد على 300 جنيه فيما سجل 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في يناير 2024. الآن نستعرض مع حضراتكم أسعار الذهب اليوم وفقا لآخر تحديث. فسجل سعر الذهب عيار 24 وهو الأوسع انتشارا، 3588.5 قروش للشراء و 3565.75 قرش للبيع. بلغ سعر الذهب عيار 21 3140 جنيها للشراء و 3120 جنيها للبيع. وصل سعر جرام الذهب عيار 18 وهو الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى 2691 جنيها للشراء و 2674 جنيها للبيع. وسجل سعر الجرام عيار 14 2093 جنيها للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب 25120 جنيها للشراء و 24960 جنيها للبيع. مع العلم أن هذه الأسعار تتغير على مدار اليوم وفق آلية العرض والطلب. هذه الأسعار بدون مصنعية، إذ أن مصنعية الذهب تبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على سعر الجرام المجرد، أو نحو 6% من سعر الجرام، أو بيزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية. أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيها فأكثر. نأتي لأسعار والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً وفق لآخر تحديث في البنوك، بعدما شهدت قفزة خلال الأيام الماضية تخطت فيها 48 جنيهاً، وفقد الدولار 35 قرشاً دفعة واحدة، حيث سجل سعر الدولار اليوم هبوطاً بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية الحكومية والخاصة. وما زال الدولار متراجعاً من أعلى سعر سجله وهو 50.85 جنيهاً في مارس الماضي، وعن سعره اليوم مقابل الجنيه وفق لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر، فهي كالتالي:
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.99 جنيها للشراء و 48.13 للبيع. سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.98 جنيها للشراء و 48.8 قروش للبيع. سجل سعره في البنك الأهلي 47.98 جنيها للشراء و 80.8 قروش للبيع. سجل أيضا في بنك مصر 48.5 قروش للشراء و 48.15 جنيها للبيع. أما من ناحية أخرى، كان قد أصدر البنك المركزي بياناً مطلع الشهر الجاري أكد فيه ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار مقابل 41.57 مليار دولار بنهاية إبريل 2024. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تغطيتنا، كنت معكم أنا رنا عبد الرحمن، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.